طيب احنا قدامنا كام يوم على ماتش كايزر تشيفز؟ قدامك 5 ايام. النهارده ايه؟ النهارده الاثنين، ثلاث، اربع، خميس، جمعه، والماتش 5 يوم، يوم السبت. خلال الفتره اللي جايه دي ممكن تلاقي البعض بيستسهل المباراه، وده امر غير مطلوب بالمره. البعض اللي هم مين؟ سواء ممكن من جمهور النادي الاهلي اللي عنده ثقه كبيره في فرقته، مفيش مشكله، لكن في نفس الوقت لازم تكون بتحترم فريق وصل للنهائي طبعا، قوي جدا جدا، ده امر مؤكد. البعض كمان من مين؟ من الاعلاميين اللي ممكن يكونوا بيتكلموا على ان الاهلي خلاص فاز بالبطوله. ده شيء غير صحي اطلاقا، وباذن الله مش هيأثر خالص على الفرقه ولا على الجهاز الفني قبل ماتش مهم زي ده. لازم تدي الفريق ده احترام. طب ليه نديله احترام؟ احنا ممكن نكون قبل كده قلنا اصل الوداد هيكسب كايزر تشيفز، هيكسب او ما كسبش كايزر تشيفز. كايزر تشيفز هم اللي كسبوا في الوداد هناك في المغرب في كازابلانكا، وبعد كده اتعادلوا 0-0 على ارضه في جنوب افريقيا. ده معنى ايه؟ معنى ان ده فريق منظم جدا، دفاعيا كمان قوي، عندك هجوميه، عندهم مهاجم ممتاز جدا سمير نيكوفيتش، ده مهاجم كويس جدا جدا يعني. ففرقه ممكن تكون بتعرف تاخد اهدافها، تحقق الهدف من اي مباراه. خلي بالك كمان انت ما فيش ماتش ذهاب واياب في تعويض وكلام من ده، لا انت بتلعب مباراه واحده. فطالما بتلعب مباراة واحدة حتى لو مع فريق درجة تانية فالنسب 50-50. طيب احنا مش هنا في مصر بنقعد نقول ايه، اصل ماتشات الكاس بيبقى فيها مفاجآت، وارد جدا يحصل مفاجآت. وده بيحصل في ماتشات الكاس، ممكن تلاقي الاهلي خرج من دور 16، الزمالك خرج من دور 32، مش عارف الاسماعيلي، الفرق الكبيرة، الاتحاد، الكلام من ده، ممكن يخرجوا من فرق درجة تانية، بتحصل. طب ما دي كمان مباراة كاس. يعني مباراة واحدة، ومش ده مش أي كاس بقى. ده دوري أبطال أفريقيا. أقوى بطولة في القارة، البطولة اللي توصلك كأس العالم، فتاخد لازم تاخد الماتش ده بمحمل الجدية، بإنك مثلا أنت بتلعب كايزر تشيفز فريق قوي بطل جنوب أفريقيا طبعا، اعتبر نفسك إن المباراة أصعب، أصعب بكتير كمان إنك بتلعب الوداد ولا الترجي. لازم ندي الفريق ده احترام. أي حد بقى هيطلع الفترة الجاية يقول لك لا خلاص نسب الأهلي 60 80 كلام من ده، لا مفيش الكلام ده. ماتش في الملعب 90 دقيقة، دي كرة قدم وارد فيها كل شيء، كل شيء وارد. لو ما ركزناش، لو ما اديناش الفريق ده احترامه هنخسر، هنخسر. في دروس كتير قبل كده لازم نستفاد منها، في دروس كتير لازم نستفاد منها، ما نقعش في الفخ ده اطلاقا، سواء بقى كاعلام اهلي، جمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي، الجهاز الفني، كلام من ده. لازم نكون بنحترم فريق كايزر تشيفز كامل الاحترام. ليه وما نحترموش ليه؟ ده فريق وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، اذا ده فريق قوي جدا جدا وعنده عناصر مميزه ومدير فني مميز. وكسب الوداد في المغرب على الملعب اللي احنا هنلعب فيه النهائي، مركب محمد الخامس. يعني عنده حساسيه الملعب قبلينا احنا بشويه. لعب احنا اخر مره لعبنا هناك كانت ايه؟ السنه اللي فاتت لما كسبنا الوداد 2-0 في دور نصف النهائي. فبالتالي مباراه غايه في الصعوبه. انا على المستوى الشخصي بصراحه قلقان، يعني انا قلقان. ماتش صعب. ان شاء الله باذن الله تعالى لعيبه الاهلي يكونوا مركزين، موسيماني يكون مركز، مدرب ممتاز بصراحه. لا قدر الله خسر، هتلاقي سكاكين كتير جدا جدا، وهتلاقي ناس كتير جدا بتقطعه، لكن هيكون امر غير منطقي لان هو مدرب كبير وتشوف نتائجه كلها على مدار الفتره اللي فاتت، ومش الاهلي اللي بيحاسب بماتش خالص يعني. لكن في نفس الوقت هي بطوله مهمه. مهمه، دي اهم بطوله. فباذن الله باذن الله الاهلي يكون في يومه، يوم السبت اللي جاي الساعه 9 بالليل على مركب محمد الخامس، نهائي دوري ابطال افريقيا. الفريق ان شاء الله يكون موفق.